مشاهدي صوت العداله، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر من مدينه تلسيمان. كما كتشوفوا هذه الزوجه، الزوج ديالها اللي اتصل بنا على اساس ان الزوجه ديالو اللي اختفت هذه تقريبا شهرين وخلات له 5 وليدات، اليوم تيناشد ها وتيقول لها رجعي لداركم ورجعي لدارك ورجعي لوليداتك. راه وليداتك تيتسناو، وليداتك الخمسه اللي ما بقاش يبغيو ينعسوا، ولا مرض نفسانيا، ولا كيتسناو مهم. باش نعرفوا التفاصيل في الموضوع، اليوم معنا الاب اللي غادي يعاود التفاصيل حول اختفاء الزوجه ديالو هذه تقريبا شهرين. السلام عليكم. السلام عليكم. كيداير سيدي؟ لاباس. الله يجازيك بخير. شنو المشكل ديالك سيدي؟ خويا الزوجه ديالي اختفات هذه مده ديال شهرين دابا، وخلات لي 5 ديال الوليدات وما عرفتهاش فين كاينه. شي تيقول لي في مولي بوسلهام، شي تيقول لي في وزان، شي تيقول لي مشيت للقنيطره عاود، وهذا ما لقيتش حتى شي اثار ديالها. كيما كنمشي كتحوي هي من ديك البلاصه، ما عرفتش دابا من هذا. كنطلب من الاخوان جميع المسلمين والمغاربه الله يجازيكم بخير، اللي شافها ولا فشي بلاصه يعلم على هذا العنوان، هذا الرقم ديال التليفون. واخا شنو الاسباب ديال الاختفاء ديالها؟ شنو المشكل اللي اختفى؟ ما عرفتش خويا، واش مرض نفساني او شي هذا، ما عرفتش انايا السبب ديالها. واخا شحال الوليدات خلات تقول لي؟ عندي 5 ديال الاولاد معاها. الصغير فيهم شحال عنده؟ الصغير فيهم عنده تقريبا 2 عامين دابا، طالع في 2 عامين. وثاني وثالث؟ خمس سنين طالع في السنين، وبنيه عندها 9 سنين، والابن الثالث عنده 11 عام طالع في 12 سنه، والاخرين وحده متزوجه عندها وليد هي مخليه معايا نيت في الدار، والاخرى مع جالسه معاها دابا حاليا. واخا بالنسبه لك انت كيفاش كدير هاد الشهرين من ناحيتك لراسك من ناحيتك للخدمه؟ تنتكرفس من قلت لقلت تل الطلب وصافي بها باش نوكل هاد الوليدات. واخا شنو طبيعة العمل ديالك انت؟ ما عندي حتى شي، غير هدف جوطية، ما عندي شي عمل قار زعما ولا دخل محمم، هذا محدود وصافي في حالة يبتلى. واخا كيفاش خرجات؟ فوقاش آخر مرة خرجات؟ فوقاش آخر مرة اتصلتي بها؟ فوقاش؟ ما كاين شي حتى اتصال دابا، حتى الكارطه ديالها حيداتها. اه ما بقاتش كتصل بيا كاع برا. واخا قلت لي بانها شفتيها في مولي بوسلهام، شكون قال لك بانها في مولي بوسلهام؟ دارت شي ستوري تما، كاينه ستوريه هي وشي وحده مختفيه حتى هي من الدار ديالهم، وهي ويا كيسموها اكرام. واخا وشنو السبب ديال علاش خرجت هي من الدار بالضبط؟ واش بقى شي شي نقاش وبقى خويا؟ واش من قلة الفقر او ما عرفتش، ما صبراتش على هذا الفقر اللي انا كنعيش فيه هكا، وعاد الظروف عائليه والكرا مشاكل وهذا، وداك الشيء علاش اختفت. ولكن اختفت وخلات 5 دراري. كيفاش 5 دراري ما ساهلاش؟ كيفاش كدير معاهم انت هكذا؟ هذا تيعاونوني على المحسنين هكا، كنعاون فيها وكن باش نقضيه يا وصافي. مره جالس بالجوع، مره هذا، انا في واحد الحاله يرتلى اكتئاب وكل شيء، وليت مكتئب وليت هذا، ما بقيتش تنقدر حتى نخرج هكا في الشارع، العقل ديالي عي معاها، كنفكر عي فيها ودوك الوليدات وهذا. وبالنسبه للوليدات اش يقولوا على ماما؟ كيبكيو عليها، كيبكيو على امهم ديما، كيقول فينا يا ماما فينا هي، وكيقلبوا عليها ديما. وهي واش ما عندهاش الكبده ديال ولادها؟ ما عرفتش خويا، ما كانش الام هي راه قطه ما كتسمحش في الابناء ديالها، ولو اي حيوان ما يسمحش في الابناء ديالهم. وما عرفتش يا خويا هادشي، ما بغاش يتفهم لي انايا، واش هي عقده نفسانيه او شي هذا، ما عرفتش، الله اعلم بها. واش عندها شي صاحبتها مشات عند المولاي بوسلهام ولا؟ ما عندها حتى شي حد، المهم عندها شي وحده تما كاينه اللي دابا مصوره معاها حاليا، هي اللي راه معاها كدور بها من قنت لقنت غاده معاها. واخا ديكلاريتي عند البوليس؟ ديكلاريت عند البوليس، وانا ما استطعتيش باش نبقى طالع هابط دابا نايم مع الوليدات ديالي جالس معاهم. واخا شكون اللي مقابل الوليدات ديالك؟ انا مقابلهم عيب بوحدي، ما عندي لا ام لا حتى شي واحد اللي مقابلهم. كيفاش كدير بين باش تخرج تقلب على لقمه العيش؟ ما كنخليهم هكاك، دابا راني عاسد عليهم حاليا في الدار، وخرجت خليت الابناء كلهم صغارين. اه
بالنسبه للعائله ديالها عندها ما عندها اختها؟ عندها الام ديالها، الام ديالها ما كتديهاش فيها كاع، ما عندها شي دخل بداك الشيء، كنهضر معاها كتقول لي انايا بيناتكم وانا ما كنتدخلش بداك الشيء. واخا هاد الزوجه دي كيفاش كانت السلوك ديالها قبل ما السلوك ديالها مزيان معايا، كانت تقول لي انت هو الاب نتاعي، انت هو الام نتاعي، انت هو كل شيء، ما كان خصنا حتى شي خير زعما، كننتقلوا من بلاصه لبلاصه عايشين المهم بخير وعلى خير، ما كان حتى شي حاجه بيناتنا. حتى وقع هذا الشيء حاليا دابا عاد وقع هذا الشيء، ما عرفتش انايا، ما العلم لله بها. واخا كتحس براسك بانك محظور بانك؟ انا محظور بزاف كاع، كنحس براسي بحال اللي رانا ما كتبكيش؟ تبكيش من اللي خلاك القهره بزاف، القهره ما نكذبش عليك، تقهرتني الولاد، ما عنديش اللي قابلهم ليا، ما عندي كي ندير نخدم، ما عندي كي ندير، غنخرج هكا ولا نمشي حتى لشي بلاصه، رانا الله اللي تيعلم بيا. خمسه دولات بزاف اخي. خمسه دولات صعيبه اخويا بزاف. ماشي زعما كانت معاوناني عليهم وكانت هذا وجالسه وداك الشيء، دابا ما بقيتش، خلاتني كل شيء، لا ما حيلتي الكرا، ما حيلتي هذا، ما حيلتي حتى شيء، انا في واحد البلاصه بعيده في ولاد بورنجا، وما كاينش اللي يعاونك ولا لا حتى شي واحد. بالنسبه لما كتجي عندكم الدار؟ ما كتجي عندي، ما كيعرفني حتى شي واحد. علاش؟ ما كاينش اللي كيطلع عليا ولا كيعرفني والو، ما كاينش. واخا قلت بانك طلعتي المولي بوسلام ياك؟ مشيت المولي بوسلام انا والابن ديالي، قلبت تما، مشيت الوزان، مشيت قالوا لي بوشتا الخمار، ما خليت حتى شي بلاصه اللي ما مشيتش ليها. هي ما كتعالجش شي مرض نفساني ولا شي حاجه؟ كانت واحد الوقت كانت مولي بوشتا الخمار، لقيتها تما واحد المره، لقيتها في مكناس في الشيخ الكامل، وهبطت لتما ما كاينش الاثار نتاعها كاع، كلها واش تيقول لي، اش تيقول لي في مكناس، اش تيقول لي في سيدي علي، اش تيقول لي كلها وفين، ما عرفتش انايا، تعيط نقلب انا، تحد لي كل شيء، ما حتى نخلي الابناء ديالي بوحدهم، كنجي كنلقاهم كرفسين، ما كاينش اللي قابلهم. اذا دابا كتعيش الحاله ديال التدمر النفسي؟ اخويا مات، انا عايش بتدمر نفسي، اكتئاب وكل شيء، انا بقيتش تنعس الليل، ما كنعسوش الليل كامل، ولا كنبات فايق كامل الليل، دابا ما كنعشي كاع، ما نعشي. الله يحسنها، الله يحسنها. واخا كنظلم الاخوان، الله يجزيهم. بالنسبه للتليفون ديالها بدلات ولا كارطا؟ بدلات لا كارطا، ما كتبقاتش كتصل بيا، دابا كنتصل بها حاليا، النمره ديالها مسدوده. بالنسبه للصوره ديالها خليتها عند البوليس؟ ما خليت، قالوا لي جيب الصوره وداك الشيء، خليت الصوره تما كاينه عندهم، وعطيتهم معلومات عليها وداك الشيء، ومازال ما كاين والو، ما باقي ما كاين حتى شي حاجه. اش بغيت تقول لها من هذا المنبر هذا؟ انا كنطلب منها باش ترجع لعند الابناء ديالها، راه ولادها متوحشينها بزاف، و وراه اش يقولوا ماما؟ ماما مسكينه، بنتها صغيره كتقول لي ماما، وهادي والبنت صغيره. ملي كتشوف ولادك تيوصلوا لهذيك الحاله ديال تعيط لماما، وكيفاش كتكون النفسيه ديالك انت؟ انا كنتعزم، كنبقى نبكي، ما كنقدرش نصبر ملي كيغوتوا ماما ماما ماما، راه ما تنصبرش، انا راه كبتي تا انا مربيهم ومربي عليهم كبده ملي كانوا صغارين، وانا هذا تنعاملهم معامله بلطف، وتنفكر الله سبحانه اللي غادي يجازينا بداك الشيء. اخر مره مشياش فوقاش مشياش اخر مره؟ راه من قبل العيد، دابا راه من قبل العيد. ما بانش لها شي حاله دي بانها بانها بغات تخوي سيدي سليمان، بغات ما عرفتش خويا، كلها واش تيقول لي، شي تيقول لي بغات هذا، ما عرفتش انا، ما نقدرش نكذب ولا نقول شي حاجه اللي ما عرفتش، ما نكذبش عليك. الله يحسن احوالك. واخا عاود دور لنا التصويره. اذا مشاهدي صوت العداله، كما سمعتوا الحاله ديال الاختفاء ديال هذه الزوجه، ديال هذا الشخص الحق اللي خلات خمسه وليدات هذه شهرين باش اختفت على الابناء ديالها. اليوم الزوج ديالها اللي كيعيش حاله تدمر نفسي قرب لنا. كما كتشوفوا هذه الزوجه، هذه فوقاش التصويره هذه؟ عارف هذه في مولاي بوسلام، هذه شكون سبت ستوري؟ مصورينهم ستوري ودافعينهم. هاد ستوري فين شتي انت هاد ستوري هذه؟ في مولاي بوسلام. واخا الفيسبوك ديالها هذا؟ الفيسبوك ديالها؟ لا ماشي فيسبوك ديالها، شوف شوف الفيسبوك ديال البنت اللي معاها. واخا البنت الاخرى ما تواصلتش معها في الميسنجر؟ لا، كان عند الول الابن ديالي هو اللي كيتواصل معاها. تواصل معاها؟ تواصل معاها، ولكن كتجاوبو ما كتجاوبش. تبغي تجاوب؟ علاش؟ ما كتبغيش تجاوب على داك الهذا ديالو. اذا مشاهدي صوت العداله، كما كتشوفوا هذه الزوجه ديال هذا الشخص
اللي اختفت هذه تقريبا شهرين. اليوم هذا الشخص كيناجد الزوجه ديالو، كذلك كاين الناس اللي كيعرفوا هذه السيده للان كما تيقولوا ان الاخبار انها كاينه في مولاي بوسلان. اذا الله يجازيكم الله يجازيكم، بارطاجيو هذا الفيديو على الاقل باش ترجع لوليداتها وترجع للزوج الى، لان الزوج الى الان كيعيش حاله نفسيه مدمره. اذا مشاهدي صوت العداله، كان معكم حسن زالي من مدينه سيدي سليمان.